انتشر مؤخرا فيديو لطفل يتمنى الموت بسبب تعرضه للتنمر، هل من الممكن أن يؤدي التنمر إلى الانتحار؟ أغلب اللي بيتعرضوا للتنمر من الأطفال صغار السن والأطفال اللي عندهم الحساسية المفرطة أغلبهم بيتمنوا الانتحار الحقيقي، ومش كلمة بتتقال، لأن أكتر الأطفال اللي بتتعرض للتنمر لما بنيجي نعمل عليهم دراسات أو بنشخصهم أو بنقيمهم بنتلاقي أن هم عندهم ديبريشن وعندهم اكتئاب حقيقي وعندهم اكزايتي، عندهم قلق وعندهم حزن وعندهم شعور بالوحدة. وطبعا مجموعة من الأمراض السيكوسوماتية دي أو الاضطرابات السيكوسوماتية دي تؤدي بالطفل، لأن النيرفس سيستم عنده، الجهاز العصبي عنده بيكون ضعيف، مش زي ما زي واحد مثلا كبير يقدر يسيطر، يقدر يروح يفضفض مع واحد زميله أو يروح لأي حد يدعمه. الطفل ما بيقدرش يتكلم، فممكن يتمنى الإيذاء أو ينتحر فعلا خوفا من التعرض للتنمر، لأنه شايف أنه ضعيف ومش هيقدر يعمل حاجة. هو ما يعرفش أن الأذى اللفظي اللي بيضايقه أو بيجرحه ده سهل أنه يواجهه. هل يتخطى الطفل الذي تم التنمر عليه أو الطفلة هذا الموضوع في عمر معين، أم من الممكن أن يعاني منه كل حياته؟ عشان ما يعانيش منه في كل حياته وما يسيبش أثر جواه، إحنا كبشر كل حاجة في دماغنا وفي عقلنا اللاواعي بتسيب أثر وبتسيب خبرات غير سارة في حياتنا وبتعمل لنا استرجاع باستمرار عن الذكريات والأحداث المؤلمة. فالأفضل إن أنا يكون معايا معالج أو استشاري أو مرشد يقدر يحط خطة علاجية وبسيطة جدا إن أنا أأهله إن هو يعدي من الأزمة دي، لأن دي كل حاجة جوا إنسان أو إحنا كبشر عموما حتى وإحنا كبار. أي ذكرى مؤلمة لو ما قدرناش نتخطاها بتسيب أثر جوانا وبتخلينا بعد كده نوصل لمرحلة الانتقام والغضب، وبنحاول إن إحنا ناخد حقنا بأي شكل كان. صح.